حملت الجولة الحالية مقابلة محلية صعبة استضافها فيها فريق مولودية سعيدة وداد تلمسان على وقع محاولة الفريقين تفادي الهزيمة في لقاء كانت نقاطه في المزاد وبأهداف متباينة، غير أن رفاق الشريطية كانوا أكثر جاهزية وسجلوا في الدقيقة الرابعة هدف سبق برأسية خدعت الحارس جميلي. وبعد ثلاث دقائق وإثر تعامل جيد مع الكرة اللاعب مدني يضيف الهدف الثاني بعد أن ظن الدفاع وجود وضعية تسلل لتصبح العناصر الزائرة في حيرة من أمرها. وللتدارك لاعب التلمسانيين قاد بن ياسين يوجه تسديدة قوية وجدت الحارس كيال في المكان المناسب في خطوة للتكيف مع سرعة وفعالية السعيديين الذين أتيحت لهم فرص لكن أهدرت أمام المرمى. من جهتهما اللاعبان المخضرمان بوجقجي وبالغري شكل خطورة على الدفاع المحلي، لكنها عجزت عن بلوغ المرمى في ظروف عززت تأثير الجو الحار. وقبل انقضاء الشوط الأول بخمس دقائق اللاعب الشريطية يوقع الهدف الثالث. بعد انطلاق الشوط الثاني بخمس دقائق المتألق مادوني شكل صورة جميلة بتسجيل الهدف الرابع قد يصنف ضمن أحسن أهداف الموسم. بقية اللقاء تخللها نشاط هجومي ذو خطورة في منطقتي العمليات، حيث تمكن مادوني من الوصول إلى الشباك بهدف خامس لصالح سعيدة في الدقيقة 76، إلى أن حلت الدقيقة 80 استفاد خلالها وداد تلمسان من ضربة جزاء حولها بوجقجي إلى هدف قبل أن يمضي زميله مباركي الهدف الثاني في الدقيقة 83، كما سجل الأنصار وقفة امتعاض بخصوص استحالة مواصلة فريق سعيدة المشوار دون محفزات مالية، في حين أظهر لاعب تلمسان وسعيدة درجة عالية في سلم الروح الرياضية طيلة التسعين دقيقة.